عودي معكم للمتابعة. مثل ما قلت لكم على صحة السلامة مع ريوة، واليوم اتصالاتكم المباشرة، أي سؤال تحبوا تطرحوه أرقام التليفونات قدامكم على الشاشة. صباح الخير ريوة. صباح الخير جوزيف، صباح الخير كل اللي عم بيتابعونا، وشعنين مباركة للجميع أكيد. طبعا نحن بنعرف أنه اليوم اتصالات مباشرة لك الأسئلة، ولكن بانتظار اتصال في عندك كمان أسئلة بتوصلك عبر الإيميل. صح، بدنا نجاوب عليه. أول شيء رح بلش مع محمود الراعي اللي وصلني سؤاله على صفحة الفيسبوك، وقلت له أنه اليوم بجاوبه. والدته عندها فشل بالكبد عفوا، وبداية تشمع، فكان عم بيسأل إذا في أي جمعيات أو مراكز ممكن يعني تساعد بهالموضوع. الحقيقة محمود أنا سألت، ما في للأسف على حد علمي، يعني وعلى حد الجهات اللي سألت لك إياها، ما في جمعية تعنى بهالموضوع أو مثل ينعمل مثل دعم للعلاج أو للمتابعة. لكن إذا بتحب تتصل فيي تحت الهواء، أنا بقدر ساعدك لعند أي أطباء هن مستعدين يساعدوك بهالموضوع، فهن عرضوا خدماتهم. إذا بتحب ممكن حطك على اتصال معهم. هيدا اللي قدرت، المعلومات اللي قدرت احصل لك عليها. اوكي، عندي سؤال عن خزانات المي. كلنا خزانات المي عندنا بالبيت، اللي هو الخزان الكبير تبع البيت. بتعرف اللي بننساه اوقات، اللي بننساه مزبوط بننساه، لانه لازم يكون في متابعه له وصيانه. وكمان في مشكله انه نحن المي دائما عندنا علامه استفهام على نوعيه المي اللي عم توصل لعنا على البيت، مية الحنفيه هل هي فعلا نظيفه، هل هي معالجه. الوضع بيختلف من منطقه لمنطقه، يعني في مناطق في محطات معالجه بيكون في معالجة للمي، لكن في خطر انه هالمي تتلوث من الشبكة، لانه في تسرب وشبكة مهترية ببعض النقاط او المناطق. في مناطق لا، بس بينضف لها كلور وبتنضخ، في مناطق بتمرق بفلتر بيرجع بينضف لها كلور وبترجع بتنضخ للشبكة. فدائما المستهلك عنده قلق، ومعه حق، لانه ما عم نضمن نوعية المي انها تكون معالجة بطريقة صحيحة. هلا السؤال، شو كيف لازم يكون في صيانة لخزان المي، واي احسن، الخزان المعدن أو البلاستيك؟ هلأ الاثنين عندهم حسناتهم وسيئاتهم، لكن أنا اللي بقوله إذا كان عندنا خزان معدن، أهم شيء إن نطلع نشوف هالخزان، نكشف عليه، هل في صدى، هل في اهتراق، هل في ثقوب. الخزان يتفضى كل 6 أشهر مثلا نفضيه وننظفه، يتغسل من جوا ويتنظف ليروح كل الأتربة والرواسب، ونتأكد إنه ما في صدي، يمكن ونتأكد إنه ما إنه مصدي من جوا. هي شغلة كتير مهم. معنا اتصال، ناخد اتصال من بشيمون. منكمل. ألو، صباح الخير وداد. تفضلي وداد. صباح الخير، أهلا فيك. بدي كنت اتواصل مع ريوان. تفضلي، عم بسمعك. أيوة، بدي فضل. كنت اسألك عن هيدا البكتيريا اللي اسمها الكفير، اللي بحطوها مع الحليب وبتصير بكتيريا، هل هي منيحة؟ اسمها وإذا شو؟ في عندها عوارض سلبية. اسمها الكفير. الكفير، كفير. هيدي اللي مثل الخميرة بحطوها مع الحليب. ايه؟ بتصير لبن، بتصير بكتيريا. اوكي، هي اصلا للتخمير يعني؟ ايوه. لحتى لا لا لا، بتصير هيدا مثل البروبيوتيك، يعني اللي بتحول الحليب للبن. ايوه. لا. بتصير. أوكي. فيها البكتيريا، هل هي منيحه للمصران واذا عندها عوارض سلبيه؟ اوكي، خليني يعني انا رح اعطيكي اجابه مبدئيه، لكن فينا نرجع نفوت فيها بالتفصيل، برجع بحكيكي عنها الاسبوع الجاي اكثر. لكن بالمبدا اذا هي النوع يعني البكتيريا الجيده، البكتيريا الجيده اللي هي بتساعد على التخمير، ما في مشكله. لكن خليني شوف عنها اكثر وبجاوبك يوم الاثنين المقبل ان شاء الله. اوكي، او استعملي بروبايوتيك. كمان بنكمل. فاذا طيب، هلا مؤخرا صار ما حدا عم يستعمل حديد، الاغلب عم يحطوا البلاستيك. البلاستيك منيح، بمعنى عم بيكون طبعا مصنع بطريقه يعني اللي هو سميك، و يعني ممكن نستعمله للمي. شغله بس في بعض العلامات الاستفهام انه ممكن يربى فيه نوع من الاعشاب او الطحالب، الالجي يعني. الا انه مرات البلاستيك ما بيكون يعني بفوت ضوء الشمس منه، وبالتالي بصير بتربى هالنوع من شو مضاره؟ ايه يعني مضاره انه بتاثر على نوعيه المي شوي، على المستهلك يعني؟ لا، الشغله اللي بدنا نعملها انه كمان البلاستيك من وقت لوقت نفضي وننظف ونشوف قد ايه عمر الخزان، يعني هالخزان ما بده يضايم مدى الحياه، يكون في له وقت لنغيره.
اي حتى الحديد طبعا. من هيك ليه بنقول دائما يكون في كشف على الخزان؟ لانه في وقت بدنا نغيره، بتختلف حسب الشركه اللي نحن عم نستعمله للحمام وللاستعمالات يعني الخارجيه، مش لا عم نشرب ولا عم نطبخ فيه. ما من هيك بدي اقول انه سواء كنا عم نستعمل الحديد او البلاستيك، طالما ما عم نشرب المي هيدا شوي بخفف لنا القلق اللي ممكن يكون بذهننا انه اي افضل بستعمل، بس بشرط انه يكون وضع الخزان جيد، يعني منه مهتري اذا كان حديد منه او معدن، منه مصدي، ما في تشققات، والبلاستيك يكون وضعه جيد. جرب انه من وقت لوقت فضي ونظف واشوف قد ايه عمر الخزان، يعني لما بشتري الخزان اسال كم سنه بستعمل. يعني المقصد منك 5 6 سنين 10 سنين؟ بتختلف حسب الشركات. ايه طبعا حسب الشركات. طب البعض منهم بيحطوا نقطه كلور كل فتره 15 يوم بقلب المي اللي بتستخدم يعني بنستخدمها بالبيت، شغله كثير منيحه. ايه رح اقول لك قد ايه الدوز او العيار المزبوط. هي بالمبدا لحتى ما نعمل اوفر، يعني نحط دوز اكثر من ما لازم، بدنا نحسب لكل لتر مي نقطتين كلور، الكلور السائل اللي بنجيبه للبيت للتنظيف. يعني ال 10 برميل تقريبا سدي. ما هي هاي المصيبه، اذا فينا بالنقط نعدهم احسن، يعني اذا عندي 10 لتر بضربهم باثنين يعني عندي 20 نقطه. بدنا نحسب لكل لتر مي نقطتين بالضبط، هيدي وبتساعد. وافضل انه طبعا لما بحطها تنترك وقت اقل، على الاقل نص ساعه قبل ما استعمل المي، لانه لتكون الكلور عمل شغله ونظف. لانه لتكون شوي قريبه اكثر من العالم روى، لانه الواحد بفضي دغري وبيجي محله المي. يعني انا بسمعها، يعني اللي بده يقال انه كل 15 يوم سدي للبرميل اللي في بيساع 5 برميل. ايه ممكن ممكن اللي هي وحدية الكلور، بس انا عم بقول حتى نكون دقيقين كمان هيدا كل نقطة. اسبوع او شيء نحط بالنقط قد ايه انا الخزان عندي ما بعرف كم ليت، بعير النقط عليه. او مثل ما قلت انه ممكن سدي صغيره. هلا كمان ما بدنا نخاف اذا كنا زدنا شوي الدوز بالنسبه للكلور ونحن ما عم نشرب المي، ما في مشكله. اللي رح يزعجنا يمكن نلاقي شويه ريحه، بس ان نفتح الحنفيه نلاقي ريحه كلور قويه، بس اذا عبينا بالقنينة وتركناها على الرف بالمطبخ على الطاوله الكلور دغري بيتفكك، فبتروح الريحه وما في مشكله. او حتى اذا بدنا نشربها بتروح الطعمه، فما بخوف الكلور. لكن انا امتى بخوفني؟ اذا بدي اشربها والمي منا معالجه، تفاعل الكلور مع مواد عضويه موجوده بالمي بيعمل مركبات مضره بالصحه. يعني في دراسات بتقول انه ممكن تكون مسرطنه، فانا لاني ماني مأكد المي معالجه ما بدي زيد كلور اكثر من ما لازم. ما رح نطر. امل صباح الخير. امل من فردان، كيفك؟ الو الو امل صباح الخير. تفضلي امل، عليلي صوتك شوي. ايوه ايه تفضلي. اهلا صباح الخير، كيفك يا استاذ؟ اهلا، كيفك؟ ماشي الحال؟ الحمد لله. الحمد لله. بس بدي اقول لها مدام روى، اذا كان الخزان حجر ايه مش افضل؟ كمان ممكن حجر افضل من البلاستيك وال ايه اذا اصلا مبني من قبل، يعني ما في مشكله. وين موعد وين بعد موجود منه كثير منيح؟ يمكن بضيعه ما هيك بالجبل او شيء. ايوه هذا يمكن بيكون بالمبنى من الاساس. عفوا، قصدك حجر ولا بطون؟ يعني بده بس بده يتنظف اكيد، يعني كمان بدك تكشفي عليه من وقت لوقت وتنظفيه من جوا. اوكي؟ نعم. ايه اوكي امال. ايه يعني عملية التنظيف بتمشي على كل الخزانات سواء كانت بلاستيك، معدن او حجر. بدنا ننظفه. اوكي ماشي. لك مدام حكيت حجر، يعني حجر صخر ولا حجر بطون؟ يعني مورق حسب كيف الايه، حسب كيف بنا البيت. انا اللي فهمته انه حجر. اذا حجر افضل وافضل. اذا الحجر ايه، لكن كمان بدنا نكشف عليه ونتاكد ايه كل اللي ممكن يربى عليه انواع من الاعشاب الصغيره. نوال من بيروت، صباح الخير نوال. الو. اهلا نوال، تفضلي، عم تسمعك ريوة. الو بونجور. اهلا مدام روى. نعم، كيفك؟ ايه بس عندي سؤال اذا بتريدي، مثل موضوع المي الخزانات. نعم. ايه بس بدي اسالك انه انا عندي خزان حديد، بس عندي هيدا الفلتر اللي 3 فلاتر وبنشرب منه. ايه بس انا دائما باكدوا لي انه حتى لو في صدى لو في شيء انه ما ابدا ما بيضر. اوكي. ايه فشو رايك بالموضوع؟ الفلتر مركبتيه على حنفيه المطبخ بالبيت يعني؟ ايه نعم. مش على الخزان؟ لا مش على، يعني المي اللي بتوصل لعندي انا من الخزان بفلترها وبيطلعها بحنفيه هو لنشرب منه. اوكي طيب. هلا هيدا الفلتر كتير منيح، يعني ما عرفت اي نوع، بس بالمبدا منيح تحطي فلتر. فيني اقول لك اي نوع؟
ما بدنا نفوت بقصه نعمل دعايه إيه. بس هو فلتر اللي هي مثل الخرطوشه هيك له ما هيك هو في يعني اربعه بالمبدا اربع فلاتر بيمرق باربع فلاتر إيه. اوكي شغله كثير منيحه بس هيدا ما بيمنع انه اذا خزانك في صدى تغيريه لانه انت كمان هالمي عم تستعمليها ممكن تأثر لك على غسيلك يعني انت مش عم تشربيها وتطبخي فيها بس هالمي اللي فيها صدى ممكن تعمل لك بقع على الغسيل مع جل الصحون مثلا كمان ممكن يبقى بعض الاثار يعني حسب ما بعرف بس انا بعرف انه ممكن يأثر على الغسيل يزعج يعني يعمل شويه بقع كاستهلاك ما تنسي هالمي انت عم تتمخمضي فيها بعد ما نفرشي اسناننا فافضل تشوفي خزانك اذا في صدى او اهترى يتغير وهالفلتر كثير منيح خليه كمان الفلتر بدك تعملي صيانه له يعني اذا في طريقه للتنظيف تنظفي الخرطوشه تبع الفلتر شوفي كل امتى حسب تعليمات الشركه كل امتى لازم تتنظف او لازم تتغير الخرطوشه لحتى يضل الفلتر عنده فعاليه لانه احنا بننبسط فيه بالاول بيكون عم بينظف منيح عم بفلتر منيح مع الوقت تتوسخ الخرطوشه بطل عنده فعاليه اوكي فالفلتر شغله كثير منيحه ممكن نستعملها بالبيت لكن مهم استعمال الفلتر بطريقه صحيحه طلعت الحلقه عن الخزانات المياه طلعت الحلقه عن خزانات المياه سؤال انا بدي اقول انه خلص وقتنا خلص وقتنا اوكي كان بعد عندنا اسئله لكن بنكملها الاسبوع الجاي شكرا لك روى لكل المشاهدين مكملين احنا وياكم عالم الصباح بريك قصير ومن بعدها بنعود مع ورشه ملح وخفيف نظيف اليوم رح نحكي عن موضوع بالمناسبه او هلا نحن عايشينه خليكم معنا